عالم الأسماء هو من أوسع العوالم، فهناك مئات وآلاف الأسماء القديمة والحديثة، لهذا نجد الآباء والأمهات في حيرة شديدة عند اختيار الاسم لمولودهم. واليوم سوف نقوم بتقديم اسم جميل ورائع، وهو يحمل في طياته العديد من المعاني الطيبة والجميلة، لهذا سنقدم لكم اليوم اسم يسرى وصفاتها. معنى اسم يسرى وشخصيتها. اسم يسرى له معنى جميل ورائع، فهي تعني الشيء السهل واليسر، لذلك هذا المعنى له العديد من التأثيرات الإيجابية على حاملة هذا الاسم، فهي تبدو فتاة رقيقة وحساسة وتحب الهدوء وسهلة التعامل مع الآخرين. معنى اسم يسرى في اللغة العربية. اسم يسرى هو اسم علم له أصول عربية قديمة، فهو من الأسماء التي كانت تنتشر منذ القدم ولا زالت منتشرة، فهو يحمل الفرج الذي يحل بعد الضيق. صفات من تحمل اسم يسرى. اسم يسرى من الأسماء العربية التي تحمل العديد من المعاني الطيبة والجميلة، والتي تجعل من حاملتها شخصية ذكية للغاية وتحب الخير والعطف على الناس، كما أنها شخصية محبوبة جدا، بالإضافة إلى أنها متفوقة في دراستها. اسم يسرى في القرآن الكريم. اسم يسرى هو من الأسماء العربية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: إن مع العسر يسرا، وهذا يعني الفرج ما بعد الضيق، ويعني أيضا تيسير الأمور. أما في قوله تعالى: الجاليات يسرا، فهذا يعني السفن التي تجري على الماء سهلة، كما أنه قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك يبيح الإسلام أن يتم تسمية الأنثى المسلمة بهذا الاسم. من خلال هذا الفيديو عرضنا لكم كل ما يخص اسم يسرى، أتمنى أن تستفيدوا معنا. في انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم في صندوق التعليقات أسفل هذا الفيديو. إلى هنا أستودعكم الله، دمتم في رعاية الله. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.